اليوم المنتخب السعودي خرج من مباراته الرابعة في تصفيات كأس العالم 2026 بالتعادل السلبي مع منتخب البحرين الشقيق على ملعب الجوهرة. تعرفون أن منتخب البحرين من الدقيقة 87 وضيف لها 11 ولا 12 دقيقة وقت بدل ضايع، يعني حوالي ربع ساعة. منتخب البحرين كان يلعب مع المنتخب السعودي بعشرة لاعبين لأنه استنفذ تغييرات وعنده كان لاعب مصاب، ورغم أن منتخب البحرين كان بعشر لاعبين برضو ما قدر المنتخب السعودي أن يسجل أي هدف. لو نرجع نشوف سجل مباريات المنتخب، نشوف الترتيب، ترتيب المجموعة بعد مباراة اليوم، عشان يمكن نسمع آراء كثيرة اليوم في الشارع السعودي وفي السوشيال ميديا، ويمكن تطلع من بعض مسؤولين الرياضة السعودية تصريحات ويقول لك إنه يعني لازلنا، وتشوف موقع المنتخب السعودي ولا زال هناك أمل. منظر المنتخب السعودي هو الثالث بعد اليابان واستراليا وبنفس الرصيد مع البحرين وفرق نقطتين عن اندونيسيا والصين. شوف المنتخب السعودي عنده تاريخ طويل من الهيبة، وهذه الهيبة هي اللي ساعدته اصلا في التأهل في 2006، وعندك في 2018 و2022 كان في نوع من الهيبة لاسم وسمعة كرة القدم السعودية، وهذه ساهمت الى حد ما في أن تؤثر على المنافسين. نكون واضحين، احنا وصلنا لمرحلة انه هذا الفريق او هذا المنتخب بتاريخه الطويل فقد هيبته، فقد اسمه. في احد سوى ريستارت وقال نبدأ من اول وجديد، يعني رجعنا لعام 1982 ايام المنتخبات ديك اللي كان يجينا فيها احباط. أسبانيا ما تأهلنا 86، للمكسيك ما تأهلنا 1990، إيطاليا ما تأهلنا لغاية ما الله فرجها علينا في 1994. إذا كان بعض مسؤولين الرياضة السعودية والكرة السعودية يعتقدون أن المنتخب السعودي إذا تأهل كثالث أو رابع هذه المجموعة فهو يعتبر إنجاز، فيعذرني كل هؤلاء المسؤولين اللي أحمل لهم كل التقدير والاحترام، هذا الطموح لا يتواكب مع هذا البلد شعبا وحكومة نهائيا. أربع مباريات، تعادلين وخسارة وفوز وحيد على الصين بهدفين مقابل هدف سجلهم المدافع حسن كعدش. سجلنا ثلاث أهداف في أربع مباريات، وتلقى المنتخب السعودي أربع أهداف في أربع مباريات. وبعد 30 يوم راح يلعب المنتخب السعودي مباراة الجاية مع أستراليا في أستراليا. بالأرقام في لا في تشانس، بس اللي نشوفه احنا ما احنا عميان، في كارثة في المنتخبات، في كارثة في المنتخب. يعني إذا ما في أحد قاعد يشوف الوضع كوارثي، وكيف قبلنا الموضوع باين من أول ما جاء هذا المدرب واللعيبة اللي اختارهم، وكيف المواهب في المنتخبات قاعد ينزل والناس تتفرج ما في أي أكشن، ويجي المدرب مانشيني في المؤتمر اللي قبل مباراة البحرين يجيب لك مؤشرات الأداء وانت شغال في شركة. والله احنا استحوذنا وبدلنا، انا سألت احد المسؤولين مرة، يعني المسؤولين في المنتخب قبل كم يوم سألته، قلت يا اخي الرجل هذا كيف متحملين؟ قال لي والله يا ابو بدر الشغل الفني اللي قاعد يسويه، اي شغل فني والله العظيم لا شايف شغل فني، ومع احترامي المسؤولين اللي قاعد يشوفون الشغل حقه ويعتبرونه شغل فني، فواضح ان بيننا وبينهم فجوة كبيرة. احنا نبغى نسوي فندق خمس نجوم والجماعة
يطمحون لموتيل في طريق فرعي. هذا أقرب تشبيه موجود. غبنا الناس اليوم غبنا. احنا عارفين المنتخب يمشي بالدف وحالته حالة، بس قلنا يمكن تفوز على البحرين تصير الثانية تمشي تمشي، شوف مدام في نتائج ما يكون در صوتك يكون عالي، لأن في الأخير يقول لك اللي بيننا وبينهم النتائج. مدام تأهلنا الأوراق اللي قدمها مانشيني، أول حاجة هذا الرجل كان لازم يمنع من تقديم هذه الأوراق. يعني مع احترامي أنت مو رايح لوحدة من الدول الأفريقية الدرجة العاشرة جاي تعلمنا كيف نشتغل يعني جماعة الخير لازم أحد يتفاهم. يعني إذا ما حد قادر يدير المسألة هذه بقيمة بلدنا وقيمة تاريخنا، إيش اللي مؤشرات؟ أنت جالس واحد بشركة جالس على بورد مجلس إدارة تقول لي المؤشرات والمستهدفات وإيش سويت يا حبيبي؟ فريق تعبان. بيجي واحد يقول لي لا هذه كرة القدم الحديثة، يا أخي نرجع للكرة القديمة يا أخي، بلاش حداثة وبلاش هالتطور وبلاش هالأفلام الهندية دارة. يا أخي نبغى ننبسط، يا نبغى منتخب الناس تطقطق علينا يمين ويسار واللي شوفوا وضيعوا فلوس إيش اللي ما في حد قاعد ينحرق. المنتخب يبغى له قرار، قرار، مش تيجي عند اللعيبة وتقول لهم حلوين وانتوا اليوم كنتوا ما... لا قرار، يبغى لها قرار، قرار يجي من هنا يجي من هناك يجي، بس انه هذا العبث ما يمكن احد يا جماعة الخير يتحمله. تتفرج لغة الأكاديميات وإحنا نبغى نصنع لعيبة، يعني المطلوب ننتظر لأربعة وثلاثين. وأصلاً عدم تأهل السعودية لكأس العالم 2026 هذه مصيبة، عندك كأس آسيا مستضيفة 2027. يعني أحد بيقنعني إنه بسنتين ونص نقدر نسوي منتخب قوي يمثل هذا البلد العظيم في كأس آسيا اللي إحنا مستضيف؟ لازم تجيب البطولة 2027، لازم نجيب البطولة. بتيجي تقولي والله حظ والتحكيم أصلاً كان ما في، لازم تجيب البطولة. ما إحنا أقل من غيرنا، غيرنا يستضيف ويأخذ البطولة ويجيبها ويعرفون وتبين منتخباتهم جيدة. لو نشوف هدافين الدوري، احنا نروح الملف بعد آخر في المنتخب السعودي، تفرج على هدافين الدوري. أنا بعطيك 12 لاعب، من وين جي؟ وين المنتخب؟ وين أجيب لك يا من وين؟ أجيب لك هدافين للمنتخب من وين؟ إذا هدافك حسن كادش الله يعطيه الصحة والعافية، اليوم في ناس يبون يحطون حرتهم في سالم الدوسي على ركلة الجزاء، طيب يا حبيبي ضيعها وننتقده، بس هو الحل؟ هو المشكلة في سالم؟ ضيعت البلنتي، طيب ليه ما سجلنا؟ شوف شوف 12 لاعب ما تشوف فيهم سعودي، أجيب لك من وين لعيبة المنتخب يا جماعة الخير؟ أحد يقعد يفكر في لحظة؟ احنا قاعدين نحفر ندور موية والصحراء ما في موية. لازم المنتخب لازم يعاد النظر بشكل عاجل، احنا ماشيين في طريق خطر. تجي تقول يجي واحد بعض الجمهور يقول لك طيب خذوا من دوري يلو، اوريك دوري يلو، دوري الدرجة الاولى اللي مفروض ان يكون هو المستودع الرئيسي في ظل سيطرة اللاعبين الاجانب على دوري المحترفين، ياخذون الزايد من الممتاز من المحترفين ويعطونهم اياه. تفرج الهدافين، رومارينيو يا لطيف، روما بعد ما لف الملاعب السعودية راح لنيوم، بعده فهد الجهني في الجبلين، عمار النجار في نادي جدة، انسى الأخ اللي في الحزم، روح لأحمد عبده من أبها. الثلاثة الهدافين حقين يلو وينهم؟ بتقولي ما يصلحون، أجل ليش نخلي لاعبة أجانب يا جماعة الخير؟ يعني أحيانا احنا نفهم زيادة على اللزوم ولا في معلومة احنا مو عارفينها. بالعربي الوضع 911 طوارئ، وضع كرة القدم السعودية على مستوى المنتخبات بهذه الطريقة اللي احنا ماشيين فيها لن تؤدي إلى أي شيء.